انا ما لقيتش انا اللي يعاونني على هاد البنيات بجوجات، والملك سيدنا الله ينصرو عطانا حقنا لها الوليدات اللي وقف معنا ما لقيناش. وعندي هاد البنيته هادي شحال من سنه مسكينه جالسه ليا في الارض، وما كانتش بحال هكا، كانت تتقرا في بيت الثاني، وقع ليا مسكينه هاد المشكل هادي، ما لقيتش يوقف معايا، كون لقيت داك الساعه اللي وقف معايا ما توصلش هاد الحاله هادي. دابا طابت من الجناب ما لقيتش اللي يوقف معايا لا في الفراش لا في حتى حاجه، وانا ما في حالي شاي. وعندي البنيه اخرى عندها توحد، حتى هي عندي الراديويات والتحاليل وما لقيتش اللي يوقف معايا. والحمد لله، الحمد لله على اللي عطاني ربي سبحانه، حمد الله وشكرته. تنجهد اللي لقيت شي ولد الناس يعاونوني عليهم. الطبيب قال لي غيتحسنوا هاد الوليدات ان شاء الله، ما غامري عليهم الا لا باش ما عطى ربي غامري عليهم. الله يجازيكم، الا كان شي حد اللي يعاونني على هاد البنيتات راه ربي اللي يجازيه. الحمد لله، الحمد لله. قولي قولي ليه عنتم مش مدرس الناس؟ انا مريضة، ما لا تقول لي يا انا اش قاني نوقف على رجلي، اش قاني حتى انا نولي بحال البنيات اللي كنت نقرا معاهم. تتحس بواحد الحاجه، شي حاجه تتحس بها ربي اللي عالم بيا. والحمد لله، اللهم لك الحمد، حمد الله وشكرته. الله ينصر سيدنا، هو عطانا الحقوق واللي ما كاين اللي يوقف علينا على الوليدات. هو عطانا ماشي ما عطانا، عطى لها الوليدات، ولكن اللي يوقف معانا ما لقيناش، ما قاريين ما عارفينش.